دزينا محافظات، بس من وراء السقوط من صارت الطائفية كانت المحافظات ما تجي لبغداد أو للمدينة، مثل فلوجة، سامرة، ديالى، قام ميتي، صارت المحافظات من المحافظات، كل من محافظته. إحنا قمنا نشتغل على ضمن حدود المنطقة مالتنا، مثلا معاملنا إذا يجون من الزعفرانية، من المشتل، بغداد جديدة، الأمين، الحسينية، من جميلة، من أي منطقة معينة، لأن أنا من فتحت في 94 صاروا عندي معاميل، فقامت تجي العالم تشتري بالتدريج، واحد يجيب واحد، واحد يجيب واحد، فانتاجنا يكون انتاج تنور تسقام نسميه، مو حاضر مال السوق يفرق عن الشغل مالنا. أكيد نشتغل ثلاجة، تنور ثلاجة، أما نشتغل مثل البليت مغلول حسب طلبية المواطن. المواطن يطلب بليت أسود، بليت مغلول، ثلاجة، إحنا نشتغل له كل نوعيات، أكو الوسط، أكو الصغير، أكو الكبير، وكل من حدود سعره حسب طبقة البليت وحسب يريد بيعازل، يريد ما بيعازل.